السيد عمر حكيم زار الديوانية ومن هناك صرح بأن الحكومة العراقية تدرس اعتماد التجربة الصينية في بناء المدارس. والحقيقة لم أعرف ما هي هذه التجربة إلا بعد الاستفسار من أصدقاء المسؤولين في الوزارة، فتبين أن الفكرة ليست جديدة ومطروحة من زمن الكاظم، مؤصلها أن تمنح الأرض والقرض للمستثمر على أن يبني مدرسة ويأجرها للدولة وكل سنتين يجدد العقد، وبعد 20 سنة تصبح المدرسة للدولة. والحقيقة من اتباع الفكرة تجدها مشابهة لفكرة بناء مجمعات سكنية استثمارية بأموال وأرض الفقراء لتصبح أبراج سكنية للأغنياء، وتباع شققا ربما ب 400 مليون دينار وأكثر. لكن الفارق هنا بحساسية أن التربية والتعليم هي قيمة عليا، فستصبح القيمة العليا استثمارا. أشوف فكرة ما خاش الدماغ.